يريد كلمة عن بر الوالدين فضيلة الشيخ والأثر في ذلك. هذا واضح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، بر الوالدين واجب، حقهما يأتي بعد حق الله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هو حق واجب يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يتهاون به. نعم.